أصدقائي رجعنا لكم تاني والفقرة التانية وانضمت لينا عبير. أهلا يا عبير. أهلا يا محمد. إيه الأخبار؟ أهلا يا عبير. أهلا بيك. إزيك يا عبير؟ عاملين إيه؟ الحمد لله حبيبي. الطريق يا محمد. الطريق. لا وأنا أقول لك حاجة قوي النهاردة جدا بس جداً. أنا كدبة شوية. هقول لك ليه؟ أهلاً. لأن هو محمد قال لي إن إحنا هنتكلم على الغضب وأنا سريعة الغضب هذه الأيام. فتلاشيت إن أجي أتكلم في الغضب عشان المفروض إن إحنا بنقول العكس، يعني أنت بتغضب لا ما تغضبش، فأنا خفت أغضب بصراحة، فما كنتش هبقى ناجحة في الجزء الأول. يعني أنت كده جاية مبسوطة. الحمد لله. طب نرجع نتكلم في إيه النهاردة بقى؟ طبعًا إحنا دايمًا بنحاول نحط الحاجات اللي هي بقت قليلة مش زي زمان وبنحاول نعالجها ونقول للناس عليها. النهاردة هنتكلم من حق الجار ايه، لان في حقوق كتير وقعت النهارده مننا ومن دماغنا. عبير موضوع مهم. موضوع مهم يا محمد. حق الجار. حق الجار طبعا في البدايه هقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا اوصانا بالجار اكتر من حديث. كان في حديث فاكراه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه يورس. ده بيأكد لنا طبعا على شدة او اهمية الجار بالنسبة لك. بس النهاردة بقى، النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقة بتاعتنا، هل كل جار بيدي حقه لجاره؟ في نسبة كبيرة لا. احنا النهاردة شفنا كده. لا استنوا بس استنوا عشان بس ما نظلمش كل الناس. مش انتوا عندكم جيران؟ لا طبعا لسه كنت هقول لك. انا هقول لك على حاجة طالما انت بتقول لي طبعا. انت عندك جيران؟ انا هقول لك على حاجة. مش جزيرة موحودة. كويس. بس جيرانك معاكي مش لا انا لا طبعا انا طيب. جيراني زي العسل وحلوين جدا طبعا. ولو بيشوفوني انا بحبهم قوي قوي، وانما اللي خلاني وخلاكوا ان احنا بنقول على الجار النهاردة مش شرط جيراننا احنا وحشة، انما شفنا البعض كده. كل حاجه فيها البعض والبعض في كورونا اللي احنا بنمر طب بيها. طب ايه رايكم في مثل بيقول سليطه اللسان ست الجيران؟ دي حقيقه. لا فهموني. ايوه الست سليطه اللسان اللي لسانها وحش. ست الجيران محدش بيقرب لها، كله بيخاف منها. بيخاف منها. طب ماشي. لان انت العكس كده اللي احنا بنقوله، عكس اللي بنقوله طبعا. العكس بنقوله. فهل ده موجود قابلتوه قبل كده في العماره اللي انتوا موجودين فيها في المكان؟ انا هقول لك على حاجه عشان انت بتقولي احنا في عشان بتقولي اتغيرنا. لا هقول لك اكيد يا محمد. انا واحده من الناس هقول ان انا مثلا العماره بتاعتي حوالي 60 شقه. كويس. قول لي كام شقه انا عارفاهم؟ 2 3 وبقى لي ايه يمكن 6 7 سنين قاعده. وده غلط وعيب، بس كل واحد في حاله. ايام زمان بقى، ايام ما انا قبل ما اتجوز او كده، لا انا كنت عارفه جاري اللي تحت وطنط مش عارفه اللي فوق ايه، لا اللي جنبنا ولا ماما عندهم. انت صح، بس في هنا اختلاف حصل معانا وده اللي بنحاول النهارده ننور عليها، اللي هي حق الجار ليه. لان زي ما انت بتقولي كلنا محمد وانا وانت وكل الناس اللي في السن بتاعنا تمام او اللي قبل مننا طبعا، وده شيء اكيد، كان عندهم حاجه اسمها حق الجار قبل مني. يعني ابسط الامور كان يعملوا الاكل ببساطه جدا، الاكل حاجه عاديه جدا وما فيش حد ما عندوش اكل في بيته، ومع ذلك انا لازم ادوقك وتدوقيني عشان انت كويسه. اكيد طبعا. النهارده بقى للاسف الشديد ومن بعض الحاجات اللي غصب عن الجميع او البعض بيتلاشاها، ان انت ايه اجيب لك اكل، الاكل على قدي، اجيب لك مش عارفه لا الحاجه على قدي. احنا النهارده بنقول ايه في حق الجار؟ مش شرط ان اكلك، مش شرط ان اديك فلوس. لا هو في حاجات كتيره، في حاجات على الاقل ان انا ارد غيبته على الاقل. لا لا ده تعالوا ده حقوق بقى، تعالوا 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 بقى انا هقول لك. ما انا بقول لك دي اقل حاجه. كويس. إن أنا هل احنا دلوقتي بنحفظ غيبه الجار؟ والله يا محمد في ناس لسه، يعني في ناس محترمه وناس كويسه، وفي ناس الدنيا زي ما احنا بنقول ايه الدنيا واخداها. طب ما بلاش نقول، يعني مش عايزين كلنا نقول الناس يعني الناس دايما بنقول على الناس الثانيه وكأننا مش مشاركينهم. يعني أنا دايما عايز أقول لو كل واحد فينا ابتدى بنفسه بس بقى هو الأساس، بقى كلنا زي بعض. برضو اسمح لي أقول لك حاجة، أنت سألت سؤال وعبير جاوب عليه. أنا هجاوب عليه برضو. يلا. إن هو يعني الجار النهاردة الجار مش نوع واحد. تمام. في كل حاجة فيها عدة أشكال. في الجار البصاص. في الجار البصاص، في الحساد، في الكويس أكيد، في اللي يخاف على جاره، في اللي ما بيحبش أصلا يكلمك، في اللي الجيران نفسه. أنواع. بوظت كل الجيران. ما اقدرش اقول ان الجيران وحشه. لا ما هي قالت لك في نوع. انا جيراني بصراحه اللي عندي انا كلهم اكلهم كله عندي، يعني كل شويه يجيبوا انا جايه لك يا محمد. طب هو المفروض تطبخ امتى بقى؟ يعني اللي انا عايز اقوله
ان انت هو في محظوظ. الاماكن الشعبيه محمد هو ده اللي لسه بتهيألي لسه محتفظ بال. لا انا مش عايز اقول كده، انا عايز اقول ان انا محظوظ بجيران. لا والشعبيه النهارده مش زي ده، مش شعبيه ده بالعكس، الاماكن الشعبيه كارثه في الفتره دي، كارثه بقت مش بقت اسوء بس أسوأ. بقى فيها معرفش ليه بس بقت في حاجه أسوأ. هي كانت كويسه جدا. هقول لك ليه مع احترامي لمحمد. انت بتسالي سؤال يعني هجاوبك على قد ما عرفتي، لان حضرتك النهارده انت قلت كلمه في وسط الكلام مش عارفه مين اللي قالوا فيكم ان في جار البصاص. فانا النهارده عارفه ان انت كجار مثلا حالك مش قوي اليومين دول، انا لو عندي اكله حلوه ومتكلفه انا هخبي ريحتها لو اطول عشان ما تبصليش فيها، لان ممكن اكون انا تعبانه فيها او جايباها بعد شهرين تحويش وانت يتهيالك ان هي معايا. فهنا بدينا للاسف في حاجات كتير البني ادم بقى يمتلكها بدون ما يقصد، طبعا مش كله انما بعض الناس، وفي ناس ما زالت الحمد لله يزيدهم يا رب كويسين وطيبين، ودول الناس اللي طبعا نحب كلنا نبقى شبههم اللي هي الحسن. انا هقول لك حاجه، انا هقول لك عبير، انا عايش في اكتر من مكان، اكتر مكان برتاح فيه وبحس بالامان وبحس براحتي وبحس بجيراني وبحس بكل الناس اللي انا اتربيت فيه. دي مهمه حتى انت عشان كمان الحاجات القديمه، انت لسه قايلها من شويه الحاجات القديمه وانت كمان هتحسيها. ليه؟ واحنا صغيرين كنا بنتعامل مع جيراننا مع الناس الموجودين بتلقائيتنا، ما كناش بنفكر بالشكل اللي انتوا بتفكروا اللي هو الحساد ولا هو البصاص ولا هو اللي احنا شايفينه. هو ده الحقيقي اللي انا عايز اقوله، ماشي اللي انتوا شايفينه. فكنا بنتعامل بطبيعتنا بتلقائيتنا، فكنا بنتعامل مع كله، ده عم وده جد وده خال وده يعني ولا كلنا. هقول لك على حاجه، ولا مفيش ما كانش فيه مسؤوليه، ما كنتش انت يعني وانت ما كنتش صغير عندنا التفكير ده. لا انت دلوقتي كانت مامتك وباباك هما اللي مسؤولين عنك، كويس. هما اللي بيتصرفوا، فانت شايف ان ماما بتعمل ايه لجارتي او لطنط او مش عارف. طب ما تيجي نقول حقوق الجار انتوا بتنفذوا منه ايه؟ هو تعالوا نقول كده في جزء بس برضه من عبير، معلش اصل انا بحب اخد من اللي قدامي شويه كده. لا لا انا ما بحبش حد ياخد مني بقى، مضطره بقى مضطره، انت اللي جبتيها لنفسك. انت قلتي حاجه دلوقتي، انتوا جيران يا جماعه. طبعا بمناسبه ان احنا جيران، هو انا احب برضه اقول للي معايا كلهم ان مش المقصود من كلمه الجار الجار اللي هو الساكن معايا، لا لو انا في سفر غير سبع جار، ده في كمان حديث انا جايباه طلع 40 جار. انا لسه يعني انا عارفه سبع جار دي كلنا عارفين، انما ده طلع 40 جار كمان هقوله فيما بعد. انما حاليا اللي اقصده ان الجار مش معنى جار السكن بس، لا انا وانت كده الجيران دلوقتي الشغل في الشغل في الدراسه لو في سفر وعلى طياره، مجرد ما انت مع كرسي جنب حد ده في لحظه السفر ده جار. فاحنا ما بنتكلم مش بنتكلم على الجار الاكل والشرب، لا احنا بنتكلم على السلوك والاخلاق بالنسبه للجار اللي في دراستك هنا في هنا. لا انا بتكلم في جاري الساكن على اساس ان انت مقيمه معاه، ممكن تشوفيه وانت طالعه وانت نازله وانت قاعده بتسمعي صوت، في ناس بتسمعي صوتهم. طب ايه رايكم نشوف التقرير اللي جاي ده؟ يلا بينا. في الفتره اللي فاتت في السوشيال ميديا ظهر كتير جدا اشاعات على الفنانين، معظم الفنانين اللي عنده كورونا، معظم الفنانين اللي ما عندوش كورونا، وكان مرض كورونا ده بقى يعني على فكره هو اخذ جزء دعايه اكتر من ان هو ما بقاش كده بس، يعني ان انت تبقى مصاب كورونا بقى حاجه مش حلوه، بالعكس اي حد معرض لمصاب كورونا. في البدايه يا محمد اول ما طلعت كان كورونا كان في بعض الاشخاص بيدعوا انهم عندهم كورونا عشان يشهروا دعايه ليهم. كانت الفنانه علا رامي امبارح بتسجل مسلسل اذاعي جديد في اذاعه البرنامج العام، المسلسل ده هيذاع يوم 20، اسمه الطائرة المجنونة تبع هيئة تنشيط السياحة. المسلسل ده فيه علا رامي، الفنانة علا رامي، محمود عامر، ومجموعة كبيرة من الفنانين والإعلامية منى بطاح، كاتب العمل الدرامي علاء عبد القادر، ويسعدني ان انا بشاركه في الكتابة وفي التمثيل كمان في العمل، اخراج الأستاذة نسرين لطفي، ومجموعة كبيرة من الأطفال بيدو ومحمود هاشم، ومجموعة كبيرة جدا من الإذاعيين. في الفترة الأخيرة قالوا إن الفنانة علا رامي مصابة هي وأسرتها بالكورونا، فصورت معاها وعملت التقرير الجاي ده ونشوف هي هتقول لنا إيه. انتشر أخيرا إن أنا وعيلتي كلها عندنا كورونا، الحمد لله الكلام ده كان من 5 شهور، الحمد لله اتشفينا وتعافينا، ولسه طبعا المحطات والمنصات عمالين ينزلوا بقى ان انا كورونا وفيروس وما فيروس. انا الحمد لله كويسه، والكلام ده كان حاجه قديمه بس هم اللي طلعوها دلوقتي. الف سلامه ليك. الله يسلمك.
انتشر اخيرا ان انا وعيلتي كلها عندنا كورونا. الحمد لله الكلام ده كان من 5 شهور، الحمد لله اتشفينا وتعافينا. لسه طبعا المحطات والمنصات عمالين. الفنانة العليا رامي طبعا يا رب على طول تكوني بصحة وسعادة وتسعدينا بأعمالك الجديدة. نرجع تاني لحق الجار، انتوا بتعملوا ايه لحق الجار؟ بص، هو احنا دلوقتي زي ما بنقول الجيران بقت انواع. كويس. فانا بالنسبة لي انا احب جيراني جدا جدا، وانما للأسف اللي خلانا بعيدنا اليومين دول عن الجيران او كورونا. السنين دي لا مش كورونا، لا كورونا دلوقتي مش ده دلوقتي احنا كورونا ماشي بس مش ده الاساس. لا 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 أيوه. مين ده الجار بياخد جار بالحضن دلوقتي والكلام ده؟ لا ده الكلام احنا بنقوله كده على الشاشه. لا 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 بجد. لا لا طب ما تيجي نقول نقاط اساسيه نتكلم فيها عن ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نراعيها ونلتزم بيها لحق الجار، او اللي بيسمعونا ايه الحاجات الاساسيه اللي في حياتنا لازم نقاط اساسيه يكون الجار حقه عليك ايه؟ اول حاجه نقول حاجه عبير، ان انا اساعده اول ما يطلب المساعده او الاقيه، مش شرط ان هو يطلب. عبير بالنسبه للجار طبعا لو عايزين نقاط سريعه، ما انا هقول لك لو جار قريب قوي ليا ممكن لو في حديث بين الزوج والزوجه ممكن يوصل ليا بدون ما يقصد طبعا. بالتالي لازم اخاف عليه واكون حافظه السر والكلام. عبير اقول لك ايه تاني؟ ان انا اكف الاذى عنه، يعني ان اي اذى او اي حد او رد الغيبه بتاعته يعني. انت بتسمع لنا يا محمد؟ ما هو انا عايز انا ايام الجامعه مش عايزه نقط. انا مش عايزه اقول لك انت فكرتني انا كده هجيب لي نقط. لا ما اتنين ضد واحد، احنا عايزين نتكلم كلام عام كده. اصل انا دلوقتي مش هقول واحد اثنين والناس هقول لك حاجه. احنا ما انا هقول لك احنا دلوقتي النهارده بنقول للجار او بنقول لنفسنا قبل الجار نفسه، احنا بنتكلم مع نفسينا ومع الناس كلها ان احنا بنتكلم بعضينا. احنا بنقول هنا احنا كلنا بعاد عن بعض، دي حقيقه. دي حقيقه. طب انا بقول لك انا ضربت المثل نفسي، مش عشان احنا وحشين ولا احنا اغبياء، لا احنا الوقت اللي بيشتغل مثلا طول اليوم، يعني انا النهارده اهو مثلا على الهوا عقبال ما اروح البيت هتبقى الساعه كام؟ لو مطلوب مني حاجه اعملها في البيت لازم هعملها الاول، كل ده بياخد مني وقت، مش هقدر اروح للجار. وانما هقول نقطه عشان محمد ما يزعلش مني. النقطه هنا ان لو رغم شقايا طول اليوم او تعبي او ايا كان، اول ما اسمع جاري بيستغيث من شيء مالش انا مالي انا تعبانه، لازم اجري عليه. احترام الجار يعني الجار واجب، ولازم اكون انا اقرب ليه في عياء ابسط الامور او الاستغاثه. عبير احنا النهارده عندنا ناس مستنيين كتير، هم مش جيراننا، هم الناس اللي بيتفرجوا علينا ومساعدين وبيبقوا باعتين لنا على طول، والنهارده عدد كبير جدا بعت لنا. عايزين نقول الاسئله وعايزين نشوف مين اللي فاز معانا. طيب كويس ماشي. هنقول اول سؤال عند عبير. السؤال بيقول معايا السؤال تبع شركة إطلالة للدعاية والإعلان للتصميم والطبع لوجوهات وعمل الإعلانات بالشركات والتدريب، وفي نفس الوقت في قاعات برضو بتأجرها. تمام. عنوانها غمرة بجوار مسجد العباسي أمام محل سري دولفين. طيب عبير يعني اللي يروح للمكان ده وعايز يأجر قاعة، التأجير في المكان ده موجود ان انت تأجر قاعة موجود. وكمان لو عايز تتدرب على أنواع مختلفة من التدريب موجود. وفي نفس الوقت في حاجه لذيذه قوي، لو انت زهقان من الناس كلها وعايز تقعد لوحدك مستطاع الموضوع. هي يعني ايجار يعني ولا ايه؟ ايجار لمده ساعه براحتك. طيب ولو في حد عنده برضو ان هو يعمل مقابلات او لقاءات في المكتب بجد. طيب السؤال بيقول ايه؟ طيب السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول ما هو عنوان شركه اطلاله؟ طب ممكن نقوله بقى عشان الناس اللي هتروح. طيب بقى اللي معانا بقى هو اللي يقول، يبقى يراجع الحلقه. عندي شركه الفراعنه للاستيراد والتصدير المهندس عايد العدس. السؤال بيقول ايه هو او ايه تاريخ تاسيس الشركه؟ هنا بيقدم كام جايزه عندنا؟ 250 جنيه. شركه اطلاله بتقدم كام جايزه؟ نفس الموضوع 250 جنيه. السؤال الثاني مطعم قريه بدويه، ايه هو المشروب الخاص بقريه بدويه؟ المهندسه ناهد علي بتقدم دعوه الفردين على الغداء او العشاء بقيمه 250 جنيه. تمام. موقع بقى المصر.com بيساعدنا الموقع ده اصلا بيساعدنا ان هو ان احنا بننتج اي منتج مصري وهي بتقوم بتسويقه. تمام. فالسؤال بيقول بقى ايه شعار الموقع ده؟ ايه لسه النهارده الدكتوره داليا الدكتوره داليا السؤال بعد كده انا قلته ايه شعار الموقع؟ السؤال اللي بعد كده لا كده خلاص لا في الحسيب الحسيب
ده اللي انت فاكره قوله يا محمد مفيش مشكله. الحاسيب بيقول ايه؟ انت طب شركه الحاسيب طب قول شركه الحاسيب للسياحه بتقدم في كل حلقه 500 جنيه لفايز واحد. ده سؤال يتنسي. سؤال النهارده في اعلان الخاص بشركه الحاسيب مكتوب شركه الحاسيب فرع المطار. شركه الحاسيب فرع المطار بيجي دايما مكتوب باللون ايه؟ مكتوب باللون ايه؟ انا هغش. ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر قدامكم هنسحب الاسماء اللي فازت معانا. عبير اول سحب مع قريه بدويه. بسم الله. لا قولي انت الاسم. انتصار لمعي ملاك. انتصار لمعي ملاك. لمعي ملاك. الف مبروك يا انتصار. مبروك لك يا انتصار. شركه اطلاله. علاء محمد الف مبروك. ايه انت جايزه ايه؟ احمد عبد المجيد احمد ده شركه مبروك يا احمد الفرعنه. شركه الفرعنه لسه تاني ما تفشيش. ماشي نراجع الحلقه على فكره انت مسجله صوت وصوت. صلاح محمود السيد. صلاح محمود السيد الف مبروك. مبروك ليك. الشركه الثانيه اخر شركه الحسيب. المفروض نجيبهم هنا بقى. هنجيبهم. ياسمين اسكندر محمد. ياسمين اسكندر محمد الف مبروك يا ياسمين. مبروك يا ياسمين. عايزين بقى نقول في نهايه الحلقه كل واحد رساله. عبير هتقدم لنا رساله لجاري. الرساله ان احنا طبعا الحمد لله رسول عليه الصلاه والسلام موصينا في حاجات كتير 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 قوي فاحنا بناخد جزء ونسيب جزء. فبالنسبه للجار الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من ضمن انك تكون كويس مع جارك انك دوت ممكن يوديك النار او الجنه. تمام. فالجار مش مجرد جار ان هو اكل وشرب. الكلام المعنويات نفسها تمام. بتعمل حاجات كويسه كتير. عبير كلمه بسرعه. كلمه بسرعه يا محمد هقول ان الجار ده كل واحد عنده اليوم بتاعه مليان. كل واحد عنده اي شغله اللي واخده من جارك. فمش معنى ان انا مش بكلمك او ان انا مش بسلم عليك يبقى انا مشغوله او متكبره عليك. تمام. اصدقائي الدنيا كده. انا كنت سعيد معاكم. انا محمد هاشم كنت سعيد معاكم. انتظرونا قبل الميعاد ده بساعه وكان معايا عبير زياد وعبير الزهيري. شكرا. انتظرونا الحلقه الجايه قبل الميعاد ده بساعه كل يوم خميس.